انتو شاطين برات البيت. لك كوين من كنا بالسوق مو شايف محملين ومحملين لك كم مرة قلت لك ما تطلعين برات البيت الا لحتى يا بني يا بني لك يخرب بيتك والله رعبتني لك شو بك جاي مثل الدور هاي سكرونا الدكانة ومين اللي سكرها؟ ما بعرف قال هيك أوامر الباشا الباشا بذات نفسه أمر بتسكيرها هيك قال لي فهيم شو بيعرفني؟ طيب رايح شوف رئيس الكركون شو القصة اجي معك يا بي؟ لا خذ العدة وروح مع أهلك يلا ماشي يلا حي الباشا يا رب قلتي شي يامو؟ لا يامو يامو اتكل اتكل يلا امشوا اتكل على الله يلا يلا أنا بس بدي أعرف شو ساويت حتى تسكر لي الدكان أنا ما دخلني أنا بدك تروح تسأله قلو ما قلت لك يا أبو شكور ما في شجرة بتطول بتوصل للسماء شو قصدك؟ قصدي علك وفهمك بني آدم بدي فهمك أنه جناب الباشا حسبي أنه جناحاتك طوله وحابب أصص لك يا هو هلا هذا اللي طلع معك شاويش فكري شاويش شاويش قلو بتقلو حضرة جناب الشاويش فكري والله يا سيدي الظاهر أبو شكور نسي طعم فلقاتي وكل الله وكل الله شاويش فكري انا فين وانت فين ما بكفي سكر لي الدكان ووقفني لك يا اخي روح اساله له روح اطلب منه له نحن عم ننفذ الاوامر رايح شوف ليش سكر لي الدكان حبل جنابه عشان خير لا الخير السلام عليكم وعليكم السلام علينا فارس تفضل تفضل فوق أول سريحة فارس أهلا وسهلا أهلين أخي أهلين خير عمي أبو فارس من وين بدي يجيني الخير وعندي أخ بده ياكل حق عينك ودعينك لا أخي أبو فارس مو حلو هذا الكلام بنوب دوزن كلامه أنا يا أبو فارس أنا شو سويت لك حضرت اليوز باشي أنا بعرف أنه أخي عمك أبو مرتك بس لكن نحن هلأ هون بالكراكون ولازم حضرتك توقف مع الحق مزبوط؟ مزبوط هات لشوف احكي عم اسمع البيت اللي ساكنه أخي شو بو البيت؟ البيت هذا من حقي بس هذا البيت ورثة من أبونا تركنا يا نحن الاثنين مزبوط هذا يعتبر ورثة عن المرحوم يا أبو فارس وكل الله حضرت لي وزباشي أنا قلت لك لازم توقف مع الحق أخي بالمختصر أنت بتعرف أنه أبوك كاتب بالوصية أنك ما بترد شي نهائياً لبين ما يجيك صبي مزبوط يا زهدي وبطمنك رح يجيني الصبي أي سيدي ليجيك الصبي بفرجها الله أنا صرت مطول بالي عليك مرتين أخي بصراحة أنا جاييني سعر حلو كتير بالبيت وبدي بيع في شي كلامي حضرت لي وزباشي؟ بس أنا بعرف إنه عمي فكري قاعد بحصته وعم يدفع لك الأجرة كمان مزبوط صهري مزبوط يا سيدي وأنا ما بدي هالأجرة اندفع لي 40 ذهب بنص حق البيت يعني البيت كله حقه 80 ذهب شو شو شو؟ 80 شو؟ 80 ذهب معقول هالحكي 80 ذهب يا هدول بيشتروا نص بيوت الحارة بفارس شباب ومين هالحمار يلي دفع لك هذا المبلغ؟ المختار شحه روح اسأله بنفسك شو المطلوب أخي؟ يا بتدفع لي 40 ذهب حق النص الثاني من البيت يا وإلا بدفع لك أنا 20 ذهب بتفضي لي البيت وغير هيك ما عندك شيء؟ غير هيك ما عندي حكي أنا عم مطالب بحقي ولما بيصير عندك صبي ساعتها بتاخد حقك وعلى دوز بارة ومن هالشوارب هدول عم بحكي غلط شي أنا حضرت اليوز باشي الله يسامحك يا أخي يا فارس منين طلعت لي بهالشغلة يلا لا حول ولا قوة
من بعد امرك يا عمي ابو نقلي انا نويت رجع رئيفي لعصبتي. ايه شو علي يا باشا؟ رئيفي بتضل؟ انا ما بدي ارجع. شلون؟ ما بدك ترجعي؟ لا. شو عم تقولي ولي؟ من بعد اذنك يا ابي. زوجتني غصب عني وانا ما بدي اياه، هي حياتي وانا حره فيها، مستحيل ارجع له. عم تطلعي عنشوري يا بنت؟ ما عشي بطلع عنشورك يا ابي، بس اختي معها حق. يعني هي مو على كيفه للباشا، امتى ما بده بيقلعها وامتى ما بده بيرجعها، نحن ناس عنا كرامه. ابن عمي اترك البنت بحالها، هي حياتها، ما بكفيها اللي صار فيها. هلا انتوا بتعرفوا حقكم هاد، لوين ممكن يوصلكم؟ لوين بده يوصلنا يعني؟ ليكا الارض قلعتنا منا، شو لسه بقي؟ يلي عندي قلته. استني يا رئيفة، استني حيوتي، لا تروحي خلاص، انا مستعد نفذ كل اللي بدك اياه، بس المهم ترجعي لي. ايه انا بحبك يا رئيفة، ولو احكي لك كلمه عمي ابن قلي، احكي لك كلمه مرت عمي ابن قلي، يعني والله خربان البيت مو حلو. برجع بس بشرط. انا مستعد نفذ كل شروطك، بس المهم ترجعي لي. ايه اول شيء بدي احبل وجيب ولد. ايه معلوم هذا حقك، لازم تحبلي وجيبي توم صبيان كمان. تاني شيء بدي ضل ساكنه هون بالارض عند اهلي. شو عليه؟ هون احسن لك، احسن ما تقعدي بين اربع حيطان ويدي خليك، معك حق، معهم تنبسطي اكثر. ثالث شيء بدي نقد جديد وملبوس بدن جديد. بتأمري امر غيره، المهم بس ترجعي لي. معناها روح لعند الشيخ مشان نكتب الكتاب. فريرة رح اروح لعند الشيخ وجيب كمان حلوان الصلحة معي، ما رح اطول عليكم. يلا خطط. مع السلامة. سبحان مغير الأحوال. لك مشان الله، لك حدا يفهمني شو صاير للباشا؟ مشان تعرف يا بي، نحن مو بنات إقلال، نحن بنات أبو نقلة. طبعا. وأم نقلة. أيوة. نعم والله. تقبر قلبي يا عزو شو رجال، الله لا يحرمني منك. يا لطيف يا فريال شو جئر، حاولت اقنعه يفتح هالصندوق عبس ما كان يرضى. وليش ما عم يرضى؟ قال ابوه الله يرحمه موصيه وصيه، والا بيغضب عليه، ما بيفتح الصندوق لحتى يجي الصبي. يا الله عقله شو صعب، معقول لهالدرجه بيكره البنات؟ ايه، وابوه هيك كان مثله، كمان بيكره البنات. ما الثاني اجا كوشة بنات، بعدين الله اكرمه بابو زهدي تقبريني. وشو العمل هلا؟ شو العمل؟ بدي ضل ورا لحتى فتحوا الصندوق واعرف شو في بقلبه. على كل حال افتكار رحت لك، ان شاء الله بتجيب الصبي ومنخلص ان شاء الله. يا رب صرت بتمنى. ليه سكرت لي الدكان يا باشا؟ مو بس الدكان، وبدي اعزلك كمان من حلقة العساكر والمساجين. اوف، شو عامل لحتى تسكر لي الدكان وتعزلني من الحلاقه يا باشا؟ شو عامل؟ لسببين. وشو السبب الاول يا باشا؟ السبب الاول انت ليش بدك تتجوز على مرتك؟ لك مو عيب عليك؟ مو عيب عليك؟ وانت شو عرفك يا باشا؟ شو عرفني؟ ولك انا بعرف كل شيء بصير بالحاره، سمعان؟ لك الدبانة إذا بدها تفوت على الحارة بدها تأخذ الإذن مني، لكان؟ يعني لا تؤاخذني باشا، بشو أنا غلطت؟ لكان بتروح بتخطب بنت من بنات الشاويش اللي هي قد أولادك؟ لك يا عيب شكم عليك؟ وهي أنت كنت بدك تجوز بنت الشاويش ورفضوا يجوزوك إياها؟ احترم حالك أبو شاكور، هو ما رفض، أنا يلي غيرت رأيي، لكان؟ المهم كنت بدك تتجوز يا باشا، وين العيب؟ ولك انا واحد عزابي، بدي مين يخدمني؟ وانا طول الفتره هي محافظ على ذكرى المرحومه. انا مو مثلك، شنو صار معك شويه مصاري صرت بدك تتجوز على مرتك ونسيت انه قد ايش هي وقفت معك وتحملت يا قليل الاصل والوجدان؟ خلص يا باشا، التوبه، بوعدك انه ما عاد فكر اتجوز عليها ابدا. حط ايدك على شواربك لشو؟ وها هي حطيت ايدي على شواربي. حلو كتير، هي خلصنا هلا من السبب الاول. شو السبب الثاني يا باشا؟ انا بس بدي افهم، انت ليش معارض جوازتي من بنتك شكريه؟ ولا انا مالي قد المقام؟ انا يا باشا معارض؟ اصلا الله وكيلك ما عندي علم انه انت بدك تتجوز بنتي. معلوم، لانك رجل كرسي بالبيت. انا سيدي
اسمع ابو شكور، انا بدي اتجوز بنتك على سنه الله ورسوله. بقى شو قلت؟ موافق ولا لا؟ موافق يا باشا موافق، شو بدي احسن من هيك؟ حلو كثير حلو كثير. طالما هيك يوم الخميس الجاي تفضل تفضل ارتاح، نكتب الكتاب والعرس سوا. هيك بهالسرعه يا باشا؟ ليش انت ما بدك تفتح الدكان وتحلق للعساكر والمساجين يا ابو شاكور؟ معلوم يا باشا معلوم. لك يوم الخميس كتب الكتاب والعرس مع بعض بنساويه. عظيم، خلينا نقرا الفاتحه على نيه القبول، وانت بترجع بتفتح الدكان بيرجع كل شيء مثل ما كان. يخلينا ياك يا باشا، يخلينا ياك يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الف مبروك يا باشا، الله يخلينا ياك، شرف كبير الي انه انت تتجوز بنتي. والله شو بدي اقول لك ما بعرف يا حكمات. قال شو؟ دافعين له حق نص البيت 40 ذهبي، يا بشتري له البيت يا بطلع منه. وحقك انت وين فكري؟ ما بكفي حاطط ايده على الدكاكين والحمام، بده يطلعنا من البيت اللي نحن عايشين فيه؟ حقي ما بسترجي طالب فيه لحتى يجيني الصبي. ايوه، شو يعني هذا الحكي؟ يعني لازم نتقلع وينخرب بيتنا. ايه ما فشرت عينه لاخوك؟ حكمة خانه ما بتصفى بالشارع؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هلا بيت اخوك الشاويش كله رح يصير لنا. لك مو بس البيت، لسه حاطط عيني على القهوة كمان. بس بدي اياكي انت تشدي حيلك شوي. امرك ابن عمي. يا ويدا لك يا ويدا لي، ورثة اخي كلها الي. لا 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 لا. وخلاك تفتح الدكانة؟ معلوم. ايوه، وليش كان زعلان منك؟ مين قال لك انه زعلان مني؟ كان اخذ على خاطره بس مني. ليكون عرف انك بدك تتجوز على امي. لا، قلت له كنت عم بمزح معها، بعدين انا من كل عقلك صدقت انه بدي اتجوز على امها؟ ليش انا بلاقي احسن من امها؟ والله انا قلت لحالي يعني مشان هيك قلت لها لامي انه انت كنت عم تمزح معها. مزبوط، انا كنت عم بمزح معها. بس يا بي قريت تخفف لي هالمزحات لانها غلاص غلاص. خلاص ولا زين كلامك. بعدين الباشا طلب ايد شكريه مني. شو؟ مثل ما سمعت، الباشا بذات نفسه طلب ايد شكرية مني. شكرية اختي بده يتجوزها الباشا؟ معلوم. وانت وافقت؟ معلوم وافقت. لك يا غشيم، حدا بيصح له باشا يطلب ايد بنته بيقول لا؟ يالله حيو الباشا، والله حلو كتير. مو بس هيك، مو بس هيك يا شكور، قررت انه الخطبة وكتب الكتاب والدخلة مع بعض يوم الخميس. هي شو عليه؟ شو عليه؟ افراح. ليش شوي مشان نلحق نوصل على البيت قبل المغرب؟ بس ما بدك تروح عند وصال خانه؟ يو شو بدنا نروح نساوي عند منه؟ مو لازم نروح نتشكرها، هيك قالت خالتك ام تحسين. طيب يلا معناته منروح بنمرق بنتشكرها وبنضل رايحين على البيت. وتطمني امك ما رح تحكي شيء اذا رحنا تشكرناها. ايه هو هيك بسرعه لانه امك ما رح يهدى لها بالها قبل ما نرجع. يلا يلا اختي يلا. الله لا يوفقه ان شاء الله. بده يطالعنا من البيت؟ لك شو هالاخ هاد؟ يلا ما في شيء غريب، هذا ابو فارس طول عمره هيك، بلها موتي وما بحب غير حاله. يا على قامتي، من وين ابن عمي بده يجيب 40 ذهبه؟ من وين؟ رح نعطيه الذهبات اللي طلعناهم من المشربيه. بس الذهبات كلهم 24 ذهبة، يعني لسه في 16 ذهبة. لك يا حبيبتي بنعطيه ال 24 ذهبة وبنقول له معلش طول بالك علينا شوي. إذا بنموت ونعيش ما بنقدر نأمن 16 ذهبة، شو عم تحكي أنتِ؟ لك شو بكي فريال؟ بركض أن افتكار جابت صبي، ساعتها بيرجع لنا كل شيء، البيت والذهبات والأرض. وبركض أن جابت بنت مثلي ومثلي. لا تتشائمي مثل البومة فريال، قولي يا رب. يا رب. طيب ليكي شو بدك تقولي لابن عمي؟ من وين جبتي الذهبات؟ بدي اقول له، شو بدي اقول له؟ مثل هذيك المره قول له اخذته من خالي. ايه الله يخلي لنا خالك. ايه وين الذهبات هلا؟ بالخزانه. اسمعي انت وياها،
إيش كان حابين تشتغلوا عند حريم الشاويش وتتعلموا الخياطة والتزيين وتصيروا أحسن من فريال وابتكار وتصير سمعتكم بين الحارات كلياتها؟ لا أيوه، شو بين الحارات والحارات التانية كمان؟ يا ريت يا خانم يا ريت. إيه والله والله، هذا الشيء اللي منتمناه أنا وأختي. معناتها إذا بدكم تشتغلوا وتاخدوا إجرة منيحة بتعملوا يلي بقلكن عليه، وإلا رح تخسروا كل شيء. لا دخيلك يا خانم، إيدي بزنارة، مثل ما بدك بيصير. اسمعي أنت وياها، والشيء اللي بدي قلكن ياه ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. لا يوم أعوذ بالله، ما حدا رح يدرى فيه بالمدى. في ورقتين ببيت الشاويش، بدي إياكن تجيبوا لي إياهن وتجوا لعندي. ورقتين شو خانم؟ رح أقلكم. حكومتي؟ وشلون بدك تدبري المصاري لحتى تعطيهم لأخي فارس؟ تقبرني رح باخذهم من خالي أبو رشيد. معقولة؟ يعني بيقبل خالك أبو رشيد بديني 40 ذهبة؟ يعني إذا بيعطينا شي 24 ذهبة بيكون منيح. يا ريت يا حكمة، يا ريت. والله بهالحالة تكوني فضلتي على رأسي. لا تقبرني، فضلي على حالي. حتى تعرف قيمة مرتك حكمة خانم بنت الحسب والنسب. والله بعرف، والله بعرف غلاوتها عندي، والنعم منك اخت رجال وبتبيض الوش وبترفعي الراس. الله يخلي لي اياك يا رب، تقبرني ان شاء الله. والله فضلي على حالي، مالي فضل عليك. وكمان هذا ابو فارس لسه بدي يشله عيونه التنتين، وانا حكمت بكره بتشوف. اخ الله يشهد اني مشتاق على صبي، ومنك انت وساعتها لا ارجون لهدول كلياتهم شو بدي اسوي فيهم. ان شاء الله تقبرني ان شاء الله. ومننا مننا يا رب. بدك يانا نسرق يا خانو؟ هاي مو اسمها سرقه. بس يا خانو انت بدك يانا انا واختي ناخذ الاوراق من دون ما حدا يدرى. هاي الاوراق من حقه لجوزي، وهن سرقوها من عنا. بس يا خانو خاف اذا حسوا علينا انا واختي يقلعونا وننفضح بين الحارات. انتوا جيبوا لي الاوراق وراح اعطيكم ذهبي بحالها. ذهبي؟ حلال زلال، يعني اذا رح تشتغلوا 10 سنين ما رح تقدروا تطالعوا نص ذهبي. بقى شو قلتي؟ يعني خانم هاي الورقة وين بدنا نلاقيها؟ بعتقد انه بغرفتها لحكمت. بقى بتجيبوا لي اياها وبتاخذوا الذهبة. شو قلتوا؟ بصراحة يا خانم يعني بقى فكروا وردوا لي خبر. ايه نحن بأمرك يا خانم. ايه والله والله، نحن من ايدك هي لايدك هي، واللي انت بتفصلين نحن بنلبسه. اسمعي انت وياها، حسك عينك حدا يعرف بالشيء اللي انا قلت لكم اياه، ولا رح اخرب بيتكم انتو الاثنين. لا اعوذ بالله، اعوذ بالله، ان شاء الله بروح فرم انا واختي اذا حكينا. حفرنا هون وطمرنا هون. والله انك اصيل وابن اصيل وما بنخاف منك، شن وعدت وصدقت. المهم ينفذ لك كل طلباتها. لكن نفذ لك كل طلباتها حتى قبل ما يكتب كتابه عليا. ايه كتير منيح، الله يجعلك تمام على خير. قسما بالله فرحت لها من كل قلبي. ايه لولاك ما كانت رجعت لك. كرمال عين تكرم مرجل، انت واهلك كتير عزيزين علي. الله لا يحرمني منك عزو. يعني ما بدك تقلي شلون اقتنع الباشا يعمل كل هاد؟ هلا هي قصة طويلة بعدين بحكي لك اياها، بس المهم عقبال ما تكمل فرحتنا مع بعض. عزو امتى هذا الشيء رح يصير؟ بإذن الله مو مطولين، كلها كم يوم ورح اجي اطلبك من ابوك، وبعدها رح نعمل عرس مطنطة اعزم فيه كل العالم. بدنا نغني ونرقص للصباح، بدنا نغسل قلوبنا ونرجع بيضة مثل ما كانت. طول عمرنا هيك عايشين، وطول عمرها حارتنا كلها عزي وكرامة. بإذن الله الايام اللي جايه رح تكون احلى. هذا اليوم رح يكون احلى يوم بحياتي. عمي انت بتعرف انه انا مالي رضيان بنوب على الشيء اللي عم يساوي اخوك فارس، مالي رضيان ابدا. والله يا صهري كل واحد بيعمل باصله. والله عم تحكي مزبوط يا حماتي، اذا جيت علي انا ايه بدي اقبض عليه واعمل له اللازم، بس المشكله انه الكلام اللي عم يحكي قانونا معه حق فيه.
إيه لا حقه ولا شيء صهري، بس هو استغل قصة الوصية لحتى يلهف كل شيء. ما بكفي حط ايده على الحمام والدكاكين والملكانات، كمان بده يشلحنا البيت اللي ساترنا. العمى بقلبه الضربة اللي تخلع الرقبة شيتو، عم يطلع ببالي روح اشحطه على الكراكون واعمل له اللازم. لك معقولة لكان يزعل حماتي وكرمال عيون فتحية؟ انا هلا هلا رايح اشحطه ويطه بالكراكون. لك عود كل شي حكيت معك كلمتين فورا وتنبرد، بعدين هرسلنه فارس اخي على بحل مشكلته معه، انت ما دخلك. لكان عمي فكري ما بصير انا اقعد هيك مكتوف الايدين، يعني معي هالقرشين هدول، تفضل يا ريت تقبلهم مني. شو هدول نشأت صهري؟ عمي فكري هدول كم قرش انا كنت مصمده مشان جهاز فتحيه، عمل لك يا ريت تقبلهم مني يعني بحسب تسند خابيه. لا يا صهري بدك تعطينا مصاري جهاز فتحيه؟ والله يا مرت عمي في شيء اهم مو هيك فتحيه؟ مزبوط كلامك ابن عمي، تقبر قلبي شو منشأ. لكان انا بعجبك. اي رجع مصرياتك لجيبتك صهري، انا رح اطلب من خالي ابو رشيد وما بتخيل انه يخيبني، وعلى كل حال وقفتك هي ما بنسى لك اياها. ولو يا مرت عمي نحن صرنا اهل. اي والله واعز لك. خليك تقبر قلبي، الرجال بتبين وقت الزنقات. الله حيو. لك يوبشني انا نشا، خليك معي. شو بعمل؟ معقول وصال خانم تطلب منكم تسرقوا؟ ما هذا اللي صار لك اختي. شو اختي؟ شو لازم نساوي؟ طبعا لازم ترفضوا، نحن القرش الحلال دوبه عم يمشي معنا، بقى كيف القرش الحرام؟ ولك هي ذهبه، ذهبه، بتعرفوا شو يعني ذهبه؟ اي يعني بعمرنا ما رح نعتز حدا. بس هذا مال حرام لك اختي، وابوكي الله يرحمه كان معيشنا بالحلال، وامك اذا دريت ما رح ترضى بنوب بنوب. اي والله الحكي اللي عم تحكي سهام مزبوط لك اختي، واذا طلعنا من الشغل ورجعنا نشتغل بيوت العالم ونسمع كلام طالع ونازل هذا مانو حرام؟ بس يا صباح خلصنا بقى من يوم ما توفى ابوكم ونحن قاعدين عم نخدم ونشتغل عند العالم ونسمع كلام طالع ونازل، لحد دق علينا الباب وعطانا شقفه قماش نستر حالنا فيها، ولحد جاب لنا شقفه خبز ناكلها، وهذا اخوكم عزه مثل ما لكم شايفين ايه ما له طعم منهم. بس يا اختي هي سرقه. لا حبيبتي ما لها سرقه، وصال خانم قالت لي انه الورق من حقها، وعلى كل يعني نحن رح نرجع لها اياهم. وبركه دل ما كانوا من حقها اختي، تصطفل منها لربها. يا اختي يا اختي مو ناقصنا وجع راس. اي والله والله ما تدرى امك لتجيها جلطه، يعني ما بكفيها مشاكل اخوك عزو؟ اي والله ما رح نتبهدل ونتشرشح وتجيها جلطه اكثر من هيك. بعدين وينكم؟ اوعى تجيبوا سيره لامكم ها، وانتي سهام الله يرضى عليكي اوعك تجيبي لها سيره لامك بنوب بنوب بنوب. هذا عمكم ابو فارس بده يطالعنا من بيت جدي، شو مفكر حاله؟ حبيبتي هذا مو شغل عمك، هذا شغل مرت عمك الحربايه اللي بتروح ليل نهار عم توز بلازم مشان تطالعنا من البيت، ما بتحبنا ولا بتطينا ودائما هيك بتعمل معنا. حبيباتي كمان الحق على اولادهم. وشو خص فارس وصبحي؟ خصهم لفارس الصبحي لانه هن ما لهم اولاد صغار، واشكال رضيانين بالشيء اللي عم بيساويه ابوهم، معناتها هن مثله ما بيختلفوا عنه بشيء. بس فارس غير حبيبتي وصبحي غير. لا ما لهم غير، ما هنن وقت اللي عمك ومرت عمك عملوا كل هالعمايل بابوكي هنن شو عملوا؟ اه انت وياها بتعرفي عزميه منيره معها حق، عن جد لو بيحبونا ما كانوا رضيوا بهذا اللي عم يصير. وطلعت. ايوه شو بطلعت؟ حبيبتي المختار نصب علينا القهوه وسرق لنا المشربيه، والمشربيه فيها اوراق لابوكي. حبيبتي طلعت مثل اهله كمان، ما لازم نخلي العاطفه تتحكم فينا. معناها انا من هاللحظه ما عاد بدي فارس، وانا بالنسبه لإلي كرامتنا من كرامه ابونا، والله صبحي ما عاد له وجود بحياتي. لك حبيباتي نحن بنات الشاويش، ما عاد بده يزل ابونا. مظبوط. فضحتونا انت وياها، يعدني اياكم. يلا اندبسوا ناموا، عنا بكير شغل، يلا بسرعه. شبك شبك يا مطول الوقت علينا، والله نعم عيوننا لسه على شك خرب وعلى طبيعي بيت. بف ايه مزبوط حكي عزمية، ليك عيوننا كيف محولين، قديش هدول اميرة؟ ثمانية. والله جليت وانتو لك شو بكون؟ يلا نلبسوا ناموا، لك عنا شغل، يلا عن جد يستحوا ماتوا، يلا حما. الله يهديك يا ابني ترجع عزو ابن ابو عزو يلي كل العالم كانت تفتخر فيه، وشوفك هيك مثل حكايته يا رب. والله يا ابني صرت اخجل امشي بالشارع انا قدام العالم. يا مو ما حدا منا معصوم على الغلط، انا الحمد لله الله رضي علي ورجعت عزو اللي بدك يا عندي رضاك بالدنيا، والله يقدرني يعوض لكم كل ايام اللي مضت وما خليكم تعتازوا حدا طول ما في نفس. صبحيه صباح قولي
لازمكم شيء، ناقصكم شيء، انا اخوكم، لا تخجلوا. لا اخي، لا سلامتك، مو لازم لنا شيء منه. ايه اخي سلامتك. قوم اتحمم يا مو، صارت المي سخنه. شو اخي كانه متغير؟ شلون يعني متغير؟ يعني هيك صاير لسانه، يعني هيك حلس ملس. يو 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 امي على الغربة رجع حن قلبه على اهله. ايوه يا مو، مو اول مره بيغيب عنا، يا ما غايب عنا شو رأي ما تغير هيك. قولي علينا شو ما عمل ما بيعجبكم. قومي قومي جهزي العشاء انت وياها. قومي. حاضر يا مو حاضر، لا تعصبي. قومي. بسيطة، جبرتني على شيء أنا ما بدي إياه يا عزو. شو علي؟ بس لحتى أخذ الأوراق لخليك تندم على كل شيء عملته فيني. وانت يا رئيفي كمان عم تشوفي حالك علي؟ شو علي؟ إذا كان ما بذلك انت وأهلك ما بكون أنا الباشا. يعني رح بتضل تغيب عنا أخي؟ لا اخي لا، بطلع الصباح لشغلي وبرجع عشيه صلى الله. المهم تنام بالبيت، انه امبارح نزل حرامي على البيت. شو هالحكي هاد حدو؟ خلص حدو، مو وقتها هلا. صباح مزبوط هذا الحكي اللي عم يحكيه؟ مزبوط يا مو مزبوط، امبارح نزل علينا حرامي بس شافته صباح وهرب من البيت. لك ليش ما اشتكيتوا للكركون؟ على القليل خبروا زكو. شلون بدنا نقول لزكو ايش كان هو الحرامي؟ زكو هو اللي نزل يسرقنا؟ ايه اخي ايه، انا شفته بعيني، هاي رح ياكلها الدود، كان بقطك وعم ينكد بغراضه. والله لا احسب الله ما خلق. يا مو الله يرضى عليك، لا تروح بكره بكره تشتكي. يا مو انا باخذ حقي بايدي مشان الله ما يغلى فيك. ولك عجبك ايه؟ عجبك؟ الله يمضي هالليله على خير يا رب. يا بي شلون هيك بتساوي مع عمي؟ شلون؟ شو سويت انا يا ولد؟ شلون شو سويت يا بي؟ طلعته للزلمه هو وبناته ونسوانه برات البيت، بتقلي شو سوي؟ هذا حق ابوكم يا ابني. يا يامو ليش عمي ما له حق ببيت ابوه كمان؟ مثل ما هو ابوه لابي كمان ابوه لعمي. يا سيدي ما له حق لحتى يجي صبي وخلفته كلها بنات. هذا الشيء من الله، ولنفرض انه هي وصيه جدي، بتقوم تقلعه من بيته؟ بيصير هالشيء يا ابي؟ اي نعم، بقلعه وبدي زله هو وحريمه كمان. ليش يا ابي؟ ليش كل هالكره حامله على عمي؟ ليش؟ بيضل أخوك وما لك غيره. جدك من يوم يومه كان يحب أمه أكتر من أمي، وكان يدللها أكتر من أمي، وكنت شوف هالشي وإسمعه وأنا أحصر بقلبي. طيب يا أبي ليش هيك كان عم يعمل جدي؟ لأنه أمه كانت تكرهها لأمي وضلت تزن براس جدك لحتى صار يكرهها لأمي. طيب لنفرض هذا الحكي مزبوط والخلاف بين أمك وأمه، هو أسألك بشي؟ يا سيدي دخلوا ونص عم بقلك، حتى جدك كان يحبه أكثر مني، ومع أنه هو خلفته بنات وأنا خلفتي كلها صبيان. بس يا أبي خلصنا بقى أنت وياه، يعني بدكم تحبوا عمكم أكثر مني؟ بدكم تعملوا مثل جدكم؟ لا يا أبي مو هيك الموضوع، بس سيرة عمكم ما بتفتحوا قدام بنوب، وإذا بتفكروا ببناته أو بدكم تدافعوا عنه بغضب عليكم دنيا وآخرة. يا خوفي يا أمي تكوني عم تساوي نفس اللي كانت تساوي ستي مع أبي وتحرضيه على أخوه. زكو زكو افتح لك حريم افتح. بابا تفتح مو هيك؟ شو علي؟ وين بدك تروح مني؟ الباشا بذات نفسه؟ ايه الباشا طلب ايده لشكرية، ويوم الخميس كتب كتابه عليها والعرس. اوف، وليش هالسرعة؟ مو هنن اللي مستعجلين، الباشا هو المستعجل. والله وطلع على حظ هالبنت ام شكور. شايفه يا مو شايفه، ولي على حظي مو مثلي انا، ابن صاحب الحمام واستكتر حاله علي. فشرت قبري اليامو،
وحياة عيونك الحلوين، ليجيكي حظ أحسن من حظة لهالمقوصة. شو يعني رح يجيها الوالي؟ يو شبنا أم تحسين، خليكي محضر خير. أنت بس هيك يعني عملي لي جهدة وشوفي لي عريس لقطة لزهرية. إيه بإذن الله، بإذن الله رح جيب لعريس غير شكل وخلي كل بنات الحارة تحسد عليه. وخصوصاً ها أبو فارس وأم فارس يلي عيونهم بيحسدوا حسد ويلي ما بيتمنوا الخير لحدا. دخيلة يلي ما في خير لأهله وما في خير لحدا، إذا أخوها أخوه من لحمه ودمه نصب عليه وشلحوا أملاكه. ما علينا، انتي بس اعملي اللي عم قلك عليه وأنا بكرمك، تعرفيني ما بقصر. من عيوني مسيك تقبرني. هاي 24 ذهبي بتزدت له ياهم بخلقته لأخوك وبترجع. شو بدي له مشان باقي المبلغ؟ قل له يطول باله علينا شهر شهرين لبين ما تلد افتكار. شبه شو صاير عليه؟ منشوف شو بيصير معنا. بركدة ما وافق فكري؟ مو على كيفه. بتزدت له ياهم قدام صهرك بالكراكون وبتخليه يوقع لك على سند، لا تنسى. ما راح انسى وانا رايح اشوفه هلا. بس بدي لك شغله. قلي. انت بنت اصل والمعدن الاصلي ما بيبين الا على محك، يخلي لي اياك حكمات. تقبرني، طيبون للطيبات. السلام عليكم. الله معك. تقبرني. ماشي ابو فارس، ماشي انت ومرتك وصالح، انا بفرجيكم. شو بتقصد بكلامك يا عزو؟ انت فهمان قصدي منيح. مو انت اللي قلت له لزكو ينزل على بيتي ويسرق الاوراق ويجيب لك ياهو؟ هذا الكلام ما له اصل نوب. انا لا شفت زكو ولا صار شيء. بعدين انا نفذت كل طلباتك. وين الاوراق؟ ليش ما جبت لي ياهن؟ الاوراق مو معي. لكن وينه؟ وين راحوا؟ اه؟ مثل ما سمعت. زكو نزل اول امبارح لعندي على البيت وفات على غرفتي وسرق الاوراق. مين منه للسادق ومين منه الكذاب؟ شو طلع معك بشار؟ الحكي اللي عم تقوله ما عندي خبر فيه بنور. بعدين هيدي كركون قدامك، روح اشتكي، انا ما بيهمني. شو علي؟ انا بعرف شلون بدي اخذ حقي من هالواطي. وانا كمان بيهمني يوصلني حقي. قال لي إنه رح يرجع يشتغل بالأرض. معقول ترك الشغل وغير أعله؟ لا، ما بظن عزو يعمل هالشي إلا ما يرجع. هو وعدني، وعزو إذا وعد وفي. رجال ولا كل رجال. يقبر قلبي. تفضل أخي. شو هاد لون حضرة الشاويش؟ هدول 24 ذهبة من حق نص البيت. من وين جبتهم؟ هلا شو دخلك انت يا ابو فارس؟ انت بدك العنب ولا بدك تخانق المعطوب؟ بس المبلغ ناقص، نحن اتفقنا على 40 ذهبة. انت قلت بدك حق البيت 80 ذهبة. هيك المختار دفع لي. لحظة اخي، اسمعني شوي الله يرضى عليك. يا اما بتاخذ هدول الذهبات وبتنتظر علي شوية لحتى يسر أموري، يا أما شو يعني؟ يا أما منبيع البيت بالمزاد العلني عن طريق العادية. وشو بيطلع حقه؟ تاخذ نص حق البيت. بس المختار دفع لي يا جماعة. أنا شو خصني بالمختار؟ بركة دام اتفق أنت وياه علي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقديش يعني بدي أصبر عليك؟ قديش؟ شهر ونص. لا، شهر ونص كتير. أنا راح أصبر عليك 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع بده يكون المبلغ كامل معي. لا بدك تطول بالك أبو فارس، بدك تصبر عليه شهر. ماشي الحال نشأت أفندي، تكرم عينك، منشان خاطرك راح أصبر عليه شهر، بس بنهاية الشهر بيكون مبلغ كامل معي، وإلا بتصير القهوة والبيت ملكي أنا. شو هاد شو هاد؟ لك شو عم تخبص أنت؟ شو دخل القهوة بالناس؟ ليش القهوة؟ مو من ورثة المرحوم أبي الله يرحمه؟ بلا، بس سجلها باسمي. بس ما في شيء يثبت إنها مسجلة باسمك. لا، في أبو فارس في. الورقة اللي عطيته إياها للمختار مكتوب فيها كل هذا الشيء.
بس انا لهلا ما شفت شيء من يلي عم تقولوه. عم تكذبني يا ابو فارس؟ حاشاك حضرتي يوزباشي، حاشاك، بس من حقي انا اني اشوفها. لك يا اخي، هذا المختار لما تنازل لي عن القهوه قام راح خزق الورقه. بدك ما تؤاخذني اخي، بهالحاله هي معناتها الي مثل ما قلك بالقهوه، ومن هون لشهر اذا ما امنت لي المبلغ كامل راح اخذ البيت ونص القهوه كمان. فهمت؟ هذا حقي، حقي بالشرع والقانون. فهمت حبيبي؟ ماشي يا اخي ماشي، من هون لشهر بصير خير. السلام عليكم. سلام. لك يخرب بيته، شو صاير له فارس؟ عم تسمع لك صهري؟ معقول بده يشلحني القهوه كمان؟ هذا اخوك واحد ما بيخاف الله، يعني شلون ابوك خلف هيك دخل في ما يعرفك؟ الله يرحمك يا ابي، لو تجي وتشوف زيد ايش عم يساوي فينا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي مش الحال. شلون يعني؟ دفع لك حرس البيت؟ دفع لي 24 ذهبي وباقي لي معه 16 ذهبي. شيء 24 ذهبي؟ ومن له الذهب اخو؟ والله ما بعرف، ما قال لي. بس على الاغلب حرمته يمكن متدينته من خال ابو رشيد. شو هالحكي يا؟ يا ابو رشيد كل عمره كحتي. بس الحبا شو؟ هذيك المره دينوا 20 ذهبي، هلا عم تقول لي دينوا 24 ذهبي. شو هالكرم الحاتمي؟ صدقني انا مثل منك محتار، شو اللي غيره لابو رشيد ماني عارفان. معناتها هذول هن الذهبات اللي بالمشربية، مو جايب شي من عنده ولا من عند ابو رشيد. بس ليش لهلا فكري افندي ما جاب سيرة الاوراق؟ خير مختار، وين صافي؟ لسه عطي هون ما في شي. على شو اتفقتوا؟ يا سيدي اتفقنا على انه اذا كان دفعت له انا هالشي. ليه؟ شو كنتي عم تعملي بغرفتي؟ انا كنت عم نيم الصغار الله يخليهم. والله ونيمتي يلا الصغار تبريني؟ ايه نيمتهم ان شاء الله. روحي روحي على شغلك. روحي امرك يا عمتي. وينكم انتوا التنتين؟ ليش تأخرتوا على خالتي؟ أنا زخم. فتحية، هدول التنتين بس كون أنا برات البيت بتراقبي لي إياهم كتير منيح. بأمرك يا مو. شو سلمتي البضاعة لخالي؟ إيه سلمتها، وبعد الظهر حيبعت لي الطلبية مع الصانع. روحي أنت على شغلك، روحي عم تاخدي وتعطي معي، روحي. لا بتحكي ولا زكو؟ اللي حكى كلام ولا؟ لا بدك تحترق. احكي ولا زكو، احكي ولا. الله الله يخليك يا سيدي، ما شاء الله يخليك. خليه اقف عني، خليه يتركني. بالله شو ما راح اخليه يتركك لحتى تقول لي الاوراق اللي سرقتها من بيت عزه وينهن؟ اخي لك خليه اقف عني. اخي لك الله يخليك، الله يوفقك. ولك بدك تترك هنا؟ يقلقتي؟ الله أكيلك بتنزل البيت وضوضة غربة غربة. ما لقيت شي يا سيدي الباشا، هات المصرح راح أحلف لك. قالوا له للحرام يحلف يمين، قالوا له إجاني الفرج والله. احكي له سكو، احكي له هنا. دخيلك بوس ايدك، بوس رجلك. إلا هل عمي راح أحكي، راح أحكي. اتركه يا سيدي الباشا، لك انا طول عمري متعود على احسانك وانه انت بتوقف جنب مني وبتساعدني، بعدين انا شو بدي بهي الورقه؟ شو بدي اعمل فيها لحتى اخليها عندي؟ انا كل همي اخذ الخمس ذهبات واطلع من الحاره. يعني الورقه مو معك؟ لك ليكون عاطيها للمختار.
محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدة تزعل من وحدة ترضى بكلمة معليش، خربوا عمري وسنيني حريم هالشاوي. قصص وعلقانة بهالدني نبكي سنة منضحك سنة، واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا، كل مين همه على قده هيدا بده هيدا ما بده، هيدا مصلحته وعنده بالصحوة والأحلام، محتار كيف بعيش. بيضل هالياسمين ما بينا، هيدا ملبك ومهموم وهيدا عاشق ومغروب، هيدا كل يوم بيوم بيألف كلام. قصص وعلقان بهالدن نبكي سنة منضحك سنة، واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا، من عيش عغدر ووفا مع نور ضوى وانطفى، ما حدا من همه اكتفى والخير لقدام، محتار كيف بعيد.